مرحبا طلاب الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الرابع عشر لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. بداية عزيزي الطالب، سوف نبدأ بدرس الاستماع. حزام الأمان. وصلت سيارة المطار، جميع أفراد الأسرة يستعدون للسفر. آلاء وأخوها آدم يساعدان الأب في نقل الحقائب إلى السيارة. أما هنا عزيزي الطالب، سوف نقوم بالتحدث عن الصور التي أمامك. هنا عزيزي الطالب، سوف نبدأ بقراءة الدرس الجديد حزام الأمان. وصلت سيارة المطار، جميع أفراد الأسرة يستعدون للسفر. آلاء وأخوها آدم يساعدان الأب في نقل الحقائب إلى السيارة. الأم تتأكد من إغلاق حنفيات الماء ومفاتيح الكهرباء وطباخ الغاز في البيت. ركبت الأسرة السيارة، وقال السائق للأب: اربط حزام الأمان من فضلك. شكر الأب السائق وهو يربط الحزام. في المطار، أعطى الأب تذاكر السفر للموظف وسلم الحقائب، وأسرع الجميع نحو مدخل الطائرة. جلس كل واحد في مقعده. قالت المضيفة لآدم: اربط حزام الأمان من فضلك. قال آدم: كيف أتحرك؟ الرحلة طويلة من لندن إلى دبي. قالت المضيفة: نربط حزام الأمان فقط عند إقلاع الطائرة وعند هبوطها. شكر آدم المضيفة وأغمض عينيه يتخيل مدينة دبي ولقاء أقاربه بعد أن غاب عنهم 3 سنوات. أما هنا عزيزي الطالب، سوف نتحدث عن أنواع الشدة. كما ترى هنا، الشدة مع الفتحة كما في كلمة سلم، الشدة مع الضمة سبورة، والشدة مع الكسرة معلم. هنا عزيزي الطالب، سوف نتعرف على المهن والوظائف باللغة العربية، مثل معلم، مهندس، طبيب، ممرضة وغيرها من المهن التي سوف نتعرف عليها لاحقاً. وبهذا طلاب الأعزاء، نكون قد انتهينا من جولتنا حول الأسبوع الرابع عشر للمستوى الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم، وطابت أوقاتكم بكل خير.